وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية إدراج علامة الدرجة المئوية. طبعا هذه العلامة مهمة في كتابة الدرجة المئوية أو درجات الزاوية. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط، كل ما علينا نكتب الرقم مثلا 45، وطبعا نضغط على المفتاح Alt ونكتب الرقم من الكيبورد 248. 248 راح يتم إضافة النسبة المئوية. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط، بإمكاننا أن نغير اللون أو نغير الحجم بالقيمة اللي نشوفها مناسبة. فقط نذكر الاختصار، نكتب Alt زائدا 248.